قطعوا البامية دي، قطعوا الزهرة بتاعتي اللي أنا بحبها. مدني طبعا اساسا اتاسست بصوره روحيه. بيواد مدني معروفه بالضيافه ومعروفه بالكرم ومعروفه بالعلم. سويت علاني لغناي يا مستحق الغنى. فجاوبوا داري تخلصوا مني بيوم، قالوا لي ابو السباع ده هيدفع الله يخصم معك الزول ده السينما. فسجني السينما، لكن سجني السينما وتاني ما رجعت خالص، تاني بقيت البيت ما عندي. قلت لهم جيبوا جونا، جيبوا جونا بتلم الناس كلها، بتلم النمي.